القراءة، النص الوظيفي، عدنا إلى المدرسة، أقرأ. اليوم عدنا إلى مدرستنا في الساحة الفسيحة، التقينا بصديقاتنا وأصدقائنا، وعمت الفرحة الجميع. مرحبا بك يا إيناس، أهلا بك يا شكيب، كم أنا سعيدة بلقائك. هيا نبحث عن باقي صديقاتنا وأصدقائنا. انظري، هذه سهام وهذا مامادو. تصافح الجميع ورحبت بنا المديرة واستقبلنا أساتذتنا. اصطف الجميع لتحية العلم وترديد النشيد الوطني. لقد عدنا إليك من جديد يا مدرستي.